ظهرت الأيام والسنين ورجعنا تاني يا مصر. مالك يا فندم؟ لا الحلمية الأول. إيه يا توفيق أخوك كيف؟ يا معلم. أهلاً 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 إزيك؟ إزيك يا توفيق؟ إيه؟ أنت ما صدقت الامتحانات خلصت؟ لازم تلعب كورة في الشارع؟ هو عماد مش هيصدقوا لما يشوفوه. يا واد يا بكاش طب اطلع قدام. اطلع. يا لهوي عليك يا أنيسة، بقى دي مقابلة تقابلي الواد بيها اللي وحشنا ومستنين طلعته زي هلال العيد. غصب عني يا رقية، زعلانة منه. ليه بس يا ست الكل ليه؟ صحيح أنا بغيب عليكي، لكن غصب عني والله، مشاغلي. تلات أربع شركات أنا اللي شايل همهم كله على كتافي. سلامتك من الهم يا حبيبي. أمال أبوك سليم بيعمل إيه؟ أبوه؟ وأبوه فاضي لحد، تلاقيه عمال يلف ورا الحريم. ما هو أصل سليم ده خلاص. مخه اتلوح على كبر. يا عمتي يا عمتي حرام عليك ما تظلميش الراجل. الراجل يعني من حقه يرتاح بعد سنين الكفاح دي كلها، وهو يعني بيشرف على الشغل على خفيف. بيقضي وقته دلوقتي في النادي وسفريات، رجع تاني يمارس عادته القديم، اهو امبارح لسه راجع من سيوه. قال صحيح يا بيه يا عم مسلم بقى ملياردير. الله يعني مش بالظبط. وانت بقيت مليونير؟ الناس كلها بتقول كده في حلمي. ايه الاسئله دي يا توتو؟ عيب كده يا حبيبي. يا اختي ما تسيبيه يسال اخوه زي ما هو عايز. عجايب. وبعدين ايه حكايه توتو اللي انت لسه مسكنه فيها لغايه دلوقتي دي؟ انت مش شايفاه كبر قدامك خلاص؟ الله امر غريب يا رؤي. هو كان اشتكى لك ولا قالك انه زعلان؟ لا هو مش لازم يقول، هي بتبقى حاجه بالمحسوس كده. الواد خلاص قدامك، فرد طوله وشنبه وخط وصوته تخن. هنفضل نقول له توتو لغايه دلوقتي؟ اه وهفضل اقولها له لما يتجوز ويخلف كمان. ايه رايك بقى؟ رايي انك غريبه يا انيسه. ربنا حكم عليا ان انا افضل في بيتك لغايه دلوقتي عشان اتجنن تاني. يا انت عشتك بقى خلاص. ماما ماما خلاص عمتي خلاص خلاص. بعد اذنك يا ماما عايزك شويه في الصالون. طيب يا حبيبي يلا. شفت العربيه الجديده اللي ركبها ابي علي؟ تعالي تعالي بص عليها. مش ولا هي واد يا توتو. توتو برضو انا قلت زي ما انا عايزه. خلي فلوسك يا دناي مستوره والحمد لله. هو مش معقول كده يا ماما. ليه يا علي؟ هاخد فلوسك اعمل بيها ايه يا حبيبي؟ احوشها لمين؟ توتو الحمد لله بيتربى ويتعلم ومش ناقصه حاجه، ولما يكبر بيت ابوه فاضله، وعمتك رؤية قرشها معاه، وعمك ابو شعيشه كتر الف خيره مشغله لها معاه في تجارته. فاضل مين؟ انا وجدك اللي بيطلع من المشغل اللي فتحته في الدور الاولاني مكفينا وبنحوش منه كمان. يا ماما الاسعار كل مدى بتولع والفلوس قيمتها بتقل. ثانيا بقى حكايه المشغل دي مش نازلي منظور لا صحتك ولا سنك ولا كلمه يا ابن علي. انت عارف رايي كويس ومش هغيره ابدا. انا لقيت نفسي في الشغل يا علي، هو اللي مسليني ومالي علي حياتي. اعمل ايه فنانك؟ حتى لما لحيت عليك انك تيجي انت وعمتي وجدي تعيشوا معايا في شقتي الكبيره في الزمالك نشفت دماغك ورفضتي كده. يا علي كنت عايزني اسيب بيت توفيق البدري، اسيب عمري عشان ايه؟ يا خساره بقيت بتسمي الاصول عناد ودماغ ناشفه. ماما الدنيا بتتغير، أنا أول واحد شرب من كاس تغييرها. خلاص تعلمت الدرس بدري وصممت ما سيبهاش تفاجئني مرة تانية. أظن مش معقول تجرين وراك من عند مكتبي لغاية هنا. أنا مش قادر أفهم أنت عايز إيه بالظبط. وجهة نظري وعرضتها في مذكرة ورفعتها لرئيس مجلس الإدارة. أنا رئيس التحرير المسؤول. وأنا اختلفت معاك ورفعت امر الخلاف للي يرقصني ويرقصك. رئيس مجلس الاداره ما يملكش يوجه سياسه التحرير
تبقى تقول له الكلام ده، ما تقوله ليش انا. ممكن نتكلم بهدوء ونتفاهم؟ في ايه بالظبط؟ انت ليه واخده مني الموقف الحاد ده؟ مش اتفقنا بعد رجوعك من بره نرمي خلافاتنا الشخصيه ويبقى الشغل مجال تعاون بينا؟ وسيادتك متصور ان انا مختلفه معاك عشان مواقف شخصيه قديمه؟ لا يا استاذ، ده خلاف مبدئي حوالين سياستك اللي بتحول الجريده لمجرد نشره دعائيه ملهاش لا لون ولا طعم، والدليل على كده ارقام التوزيع المخجله واللي كل يوم في النازل. تعالي نرفع خلافاتنا للجنه الاعلام بالحزب. انا مش عضوه في الحزب. بس دي جريده الحزب. انت اللي حولتها لجريده الحزب، او بمعنى اصح حولتها لنشره بيطلعها الحزب. زهره انت كده بتضري نفسك. ايه ده ايه ده؟ تهديد ده بقى ان شاء الله ولا ايه؟ ايه هتشتكيني؟ هتقول ان انا ما بنفذش سياسه الحزب؟ وانا معترفه وبقولها بالصوت العالي، انا صحفيه حره، وطول ما انا مدير التحرير الجريده دي هحاول على قد ما اقدر اخليها جريده حره. تقدري تقولي الكلام ده رسمي؟ انا قلته فعلا في المذكره اللي قدمتها لرئيس مجلس الاداره. زهره توعيني توعيني، مهما يكن انت تلمستي كصحفيه وكانسانه انت. لو سمحت ما تكملش. زهره انت ام ابني. من فضلك انا العلاقه دي خلاص نسيتها من زمان. اوعى تفتكر ان ابنك هيكون مسمار جحا، لا، عاوزه معاك عنوان المؤسسه اللي بتربيه، ابعت هاته وربيه وسط ولادك. ده لو حقيقي عندك الشجاعه انك فعلا تتحمل مسؤوليته. هتندمي يا زهره، اوعدك انك انت هتندمي. لو سمحت عندي شغل. لا أبدا مفيش فايدة يا دكتور، برضو لسه تعبانة، نفس الأرق ونفس الصداع، مش شايفة أي تحسن. مفهوم. لو تفتكري أنا قلتلك ما عندكيش أي مرض في جسمك، العلة كلها نفسية يا زهرة. طب وبعدين يا دكتور أنس؟ نصبر، العلاج مش وصفة سحرية ولا هو إبرة أو كبسولة بس. أمال الأقراص اللي باخدها دي عشان إيه؟ مهدئات مش أكتر. العلاج الحقيقي لازم له راحة وأقراص وجلسات من ده على ده. المهم ما تقلقيش. دلوقتي قوليلي، بتفكري كتير في موضوع ابنك اللي سبتيه في باريس؟ من غير دكاترة نقدر أقولك مشكلتك إيه؟ حكيم روحاني حضرتك؟ من غير تريقة، انت مشكلتك الاساسية يا زهرة احساسك المركب بالذنب والندم على قرارات واختيارات غلط عقدتلك حياتك. وايه العلاج بقى يا دكتور؟ مع انك مصممة على التريقة، انما انا فعلا عندي علاجك. سافري باريس، هات ابنك وربيه، وفي نفس الوقت استأنفي حياتك العاطفية اللي جمدتيها، دوري على انسان تحبيه، اتجوزي. لا أنا هبطل أتكلم معاك في حاجة خالص. على العموم أنا رايح أتفرج على فيلم هيعرضوه في المركز الطلياني. فيلم حلو قوي لفليني اسمه ساتيريكو. تيجي معايا؟ يا عم أنا شفته من سنتين في باريس. صدقيني ده فيلم يتشاف أكتر من 100 مرة. وبعدين قمر جاية معايا، وأنتوا بقالكوا كتير قوي ما شفتوش بعض. والله فكرة، بس تستناني أغير هدومي؟ قدامك 10 دقايق. ماشي. يلا. انت كنت بره، انا فاكرك نايمه فوق. هو انت عايش معانا هنا؟ ده انت مجرد ضيف. يا اما في المعهد، يا اما عند قمر في الحلميه، يا اما سهران بره. ايوه، خديني في دوكا عشان ما اسالكيش كنت فين. بلاش تقل دم يا ولد. لا يا ماما انا بتكلم بجد. اوعي تقولي انك رحت للمهندس عشان مشروع المستشفى الاستثماري. وهي دي الحقيقة او عليه؟ ماما انا كلمتك في الموضوع ده اكتر من مرة وقلت لك مفيش فايدة من الكلام، ما تتعبش نفسك. يعني برضو مصممة تعملي مستشفى المازن شرارة؟
أنا مش بعمل المستشفى المزن شرارة، أنا بعملها لنفسي أنا. الباشا باباك ضحك عليا بعد ما وعدني إنه يشاركني، والباش مهندس أخوك طلع أنصح منك، بلع كل شركات أبوه في عبه وقفل عليها بالضبة والمفتاح. متوقع مني إيه؟ أصرف كل القرشين اللي حلتي لحد ما يخلصه؟ لا، بس البلد مليانة مشاريع غير المستشفى الاستثماري، ولا دي حجة والسلام عشان ترجعي تكرري الحدوتة القديمة؟ اوعى تفتكر انك كبرت وتقدر تكلمني بالاسلوب الجارح ده كل شوية. لا، انا مش هسمح لك، وهرد عليك دايما زي ما كنت برد عليك. بقى قلم جديد على وشي؟ اتفضلي، بس لعلمك ده مش هينفع، لان المرة دي مصمم امنعك. انت تمنعني؟ طب وريني ازاي؟ بكل وسيلة، حتى لو اضطريت احبسك جوه الفيلا دي وما خليكيش تهوبي ناحيه الشارع. انت يا صايع يا فاشل، ده انت ازمتي في حياتي كلها وخيبت املي. ده انا بتكسف اقول انك ابني. كل الناس لما يقولوا ابن سليم البدري بيكون قصدهم علي ابن عليا بنت القماش. تقدر تقول لي انت مين؟ تقدر تقول لي انت ايه؟ مين يعرفك؟ مين يعمل لك اعتبار غير بنت القهواجي اللي واكل عقلك، اللي اخرتها ان شاء الله هتوقفك في قهوة ابوها عشان تقدم قهوة وشاي لجربيع الحلمية؟ ماما، امال عادل راح فين؟ ايه عادل، وقفت هنا ليه؟ ومالك كنت بتسوق بعصبية كده ليه؟ ما كنتش بسوق بعصبية، ومش هنروح فيلم الليل. امال احنا نازلين سوا ليه عادل؟ تتجوزيني يا عمر؟ اتجوزك؟ يعني ايه اتجوزك؟ يعني تتجوزيني زي ما كل حد بيتجوز. سبق وكلمتني في الموضوع ده قبل كده وقلت لك اتقدم، انت اللي سكت وما اتحركتش خطوة واحدة يا عادل. انت حطالي العقدة في المنشار وعاوزة تحرجيني مع ابن عمك. ابن عمي هو الرجل الوحيد اللي هيحط ايده في ايد اي رجل يتقدم لي، وده قرار نهائي يا عادل. ده كلام واحدة قربت تاخد دكتوراه وبتدرس في الجامعة؟ انا انسانة متخلفة يا سيدي ورجعية كمان، بس زي ما قلت لك ده قراري الاخير. وبعد هالك يا حضري يا هانم، بشاطي طبعا ده من واد بهروز، ما في باشا هنا غيري. اي والله اذا كان على بسة وبقيته دول باشوات انفتاح، انما اني الباشا الاصلي. انت هتقول لي يا عمده الله يرحم. اي والله فكرتينا، فكرتينا يا حمدية بزمان ويام زمان وليالي زمان اللي ما بترجعش. هي ادي اللي ما بترجعش يا بان، ده انت تؤمر وتشاور مصبعك الصغنون كده وكل حاجه ترجع زي ما كانت. جرى ايه يا حمديه؟ احنا جايين نفرفش ونروق، ايه الغم اللي عمال يدق على دماغنا ده؟ ولا العيال اللي عمالين يتلوى على المرسح زي ما يكون راكبهم شمهور يا شيخ؟ بصبرك يا اخويا انت وهو. الله، ما انتوا زباين وعارفين اللعبه، والبروجرام الشرقي ما بيبتديش غير مع العشاء، والعشاء لسه. العشاء لسه، العشاء لسه. والنقود جاهز، بس دي كانت بس. يا خبر اسمك وانا محضره لكم فتحه حته مفاجاه عشان خاطر عيون الباشا. يا باشا يا باشا. هنا يا بابا العيل ولاد العبوس سهرانين هنا، مش المفروض ان هم في السويس مستنيين العيل بتوعنا؟ اه صحيح، احكي يا خمس. روق روق يا حاج، الراجل بتاعنا اللي في الاداره ادانا احمر ملعلع، سكنا على المنظر واجلنا المقابله. جرايه يا جعر انت وهو، وهي بتتودودوا على ايه وانا قاعد؟ لا لا ولا حاجه يا شريك الهنا، ده خميس كان بيقول ان هو شاف لك حته فيلا في الشارع اللي ورانا، انما اكل مزاج. يا سلام، يا ريت يا ريت يا ازعه. اي والله يعني نفسي، بس يا سيدي الست جماعتنا مش عايزه تسيب الحلميه والناس بتوعها. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ مش حبيبي ده برضه؟ ازيك يا عمرو؟ طرقوشك منور، القراطيس اللي حواليك دول حاجة أوريجينال أوي.
ايه اللي طرمشك من اور دي بيهزق ولا ايه؟ اسم الله على زعزوطه القصب اللي انت ماشي معاها دي. قال لا لا بس دي صاحبي مش ممكن يهزقني. ليه بيهزقك انت وقال عليك قراطيس حلوه يا سليم؟ حلوه ايه قراطيس دي؟ انت هتسكت له يا بسه؟ احنا قراطيس؟ الحسبه مبدئيا مظبوطه، وردوها البنك الصبح وادوا الفواتير للمحاسب. احنا تحت امرك يا مصطفى بيه. بس فواتير الجمارك ناقصه يا مصطفى بيه. انا ماليش دعوه بشغل التهريب ده، منكم للهانم. مالها الهانم؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مره قبل كده، مش عاوز اوجع دماغي تاني. انا باجي شويه دول من باب الحرص على مصلحتك، انا مش موظف عندك. طبعا ما انت بقيت مدير مصنع وشركه. لعلمك بقى يا حبيبي شركائك انا جايباهم قاعدين بره عندي في الصاله، سليمان وبسه. بقول لك ايه، سليم البدري قاعد كمان بره، عايزك تخف روحك كده وتروح تلغيه. انت عارف ان علاقتي بسليم البدري دي زي الزفت، وابنه علي ما بيطقنيش. بقى له حاجه من حساب بسه وسليمان. ازاي بس يا حمديه قدامهم كده؟ كوم فلاش او انت يعني؟ لازم يفهموا ان بينك وما بينه حاجه شغل بيزنس عشان كفتك تتقل عندهم. أعوذ بالله، ده أنت جهنمية. اسمع كلامي عشان أحبك. أول مرة أشوفك مهتم بالدنيا ليه والكباريهات يا باشا. ليه؟ أنا في باريس كنت بروح البيجال كتير أوي. مش معاك. ومع ذلك أنت عندك حق فعلا. أنا ما باجيش الأماكن دي غير لما أكون عايز أدوي دماغي. عليها على التفكير. وبتفكر في إيه وعشت ليه يعني؟ حاجات كتيرة يا سارة، مش عايز أتكلم عنها. ليه؟ عدم ثقة؟ سارة، انت لما رجعت من باريس طلبت ان انا احميكي من عصمة صفاء، وانا شغلتك معايا ووفرت لك الامان الكامل. كل اللي عايزه منك ان انا لما ابقى محتاج لك الاقيكي جنبي. مجرد تسلاقي مش كده؟ اذا كنت عايزه تعتبريها كده. انا مش فاهم حبيبتي، بس ايه المانع اللي يبقى بيننا مجرد صداقه؟ امن واقوى من اي علاقه ثانيه. بونسوار سليم باشا. اهلا اهلا يا مصطفى بيه. ايه الصدفه الجميله دي؟ ولا هي حقيقه بالصدفه ولا حاجه؟ انت جوز صاحبه المحل مش كده؟ بونسوار يا هاني. بونسوار مصطفى بيه. بتعرفوا بعض؟ اه طبعا، اتقابلنا في باريس. تسمح لي اقعد يا باشا؟ اه اتفضل اتفضل. الزمن دار دورته يا باشا. كل حاجة بتقول يا مصطفى. الجدع هو اللي ما يخدمش. مصطفى بيه رفعت مناضل وثوراجي قديم، حارب الانجليز في القناة، واشترك في ثورة يوليو. عملنا اللي علينا وخلاص يا باشا. عموما انت دلوقتي احسن من قبل سنة 52. المشروعات شغالة تمام ايه؟ لا ابدا، انا ضيف زيك يا باشا، المحل بتاع حمدية. ايوه انا عارف. ايه اخبار مصنع البلاستيك؟ سمعت انه شغال كويس. على فكرة يا باشا كان في موضوع عاوز اكلم سعادتك فيه. ايه دي؟ مش الراجل اللي قاعد ده يبقى مصطفى رفعت اللي بيشتغل معانا؟ ايوه يا باشا. اها، طب ايه بقى اللي معاده مع ابن البدري وعمال يودود معاه كده؟ لو ايه؟ من سجنين اخر انسجام. بكره يا باشا هجيبه قراره واعرف الحكاية. ايوه لازم. حكيماني لما بشوف حد من حدايا قاعد مع الحنش ابن البدري وبيتودود كده، الفار بيلعب في عبي وبحس ان جبتتي كلها عايزه تتهرش. والان سيداتي سادتي، مفاجاه الليله، هديه المحل لضيوفه الكرام، النجمه الكبيره، فنانه الاستعراض الاولى في الشرق، الفنانه حمديه. بشوات وبس، رجالة زمان اللي ما بيعجزوش ابدا، سليم باشا وسليمان باشا. خش يا سحسن. بونسوار يا باشا. فرصة سعيدة يا مونشير. بونسوار سار. انا اذنك يا مصطفى بيه، انا مضطر امشي، وتعالى لي المكتب اي وقت كمان. أنا كمان ماشي معاك يا باشا، اتفضل. بستة ريالات
على فين يا راجل؟ ده السهرة لسه في أولها. سهرة إيه وهباب إيه؟ أنا لا يمكن أقعد في مطرح فيه العالم النتنين دول. تريال يابا جوزني وبقرش حلال يابا جهزني. انتوا ايه اللي جابكوا منه؟ اوعى ايدك اي تغذيه تاني هتفقع. اوعى ابعد عنه. اوعى كده ابعد عنه. اوعى غر. اوعى اي خسر على المحل. اتشطر على المهايب دول وطلعها بره. والحمير البقر دول ما يخشوش في مطرح انا فيه. جاكوا البلاوي. حقك عليا يا باشا. طلعهم بره يا جدع. يلا بره. مين؟ افتح يا برهان. سليم خير يا سليم؟ في ايه؟ يكون في ايه؟ مفيش حاجة. امال ايه اللي جايبك في ساعة زي دي؟ اللي بيجيبني كل مرة يا نور شوقي ليكي. ايه لعب العيال ده؟ جاي بعد الساعة 2 بعد نص الليل تخبط عليا وتخضني وتقولي شوقك؟ الشوق ملوش وقت يا نور. بلا نور بلا ضلمة. يا راجل اقف قدام المراية وبص لنفسك وعد الشعر الأبيض اللي في راسك. أنت لسه مستصغر نفسك يا سليم؟ بتراهق وأنت فوق 60؟ فوق 60 ولا فوق 100؟ أنا راجل وليا حقوق على زوجتي. والحقوق دي ما بتسقطش بالتقادم يا مدام. الراجل ما بيتحلش على المعاش. وطي صوتك يا سليم. في شغالة نايمة قريب قوي من الهول وزولي كمان ممكن يصحى. خلاص انا هوطي صوتي. انت كمان ما تنرفزنيش. عايز ايه يا سليم؟ عايز اعيش حياتي الطبيعيه معاك يا نور. انا حاسس بواحده هتجنني. وبعدين ما فيهاش بعدين. المعامله اللي انت بتعملها لي دي مخالفه للشرع والانسانيه والعرف. برضو ما فهمتش. قلت لك ما تنرفزنيش. شوف يا سليم، في اللحظة اللي أنا بدأت أقول لنفسي فيها نفس الكلام اللي أنت بتقوله ده دلوقتي، بدأت أراجع موقفي وأحس إن المدة اللي فاتت كافية لتأديبك، ونويت أفتح معاك صفحة جديدة. في نفس اللحظة دي لقيتك واخد في دراعك نفس البنت اللي تسببت في قطع علاقتنا، سارة. ومش بس مشغلة في شركة من شركاتك ومديها شقة في عمارة من عماراتك ومجهزها لها ومخصص لها عربية، لا ده انت بتظهر معاها في كل مناسبة كأنها مراتك الشرعية، كأنك متعمد تطعني في كرامتي قدام الناس كلها. بعد كل ده جاي تقولي وحدتك وحقوقك؟ ده انت انسان غريب بشكل. يا نور انت اللي دفعتيني اتصرف بالشكل ده، ومع ذلك ومع ذلك مفيش قدامك غير طريق واحد. طلقني يا سليم، اديني حرية، سيبني اسامحك وارجع لك باختياري. غير كده لا. دلوقتي لو سمحت انا عايز انام. تصبح على خير. انا حسيت لو روحت وانا كده ممكن اروح فيها، ممكن انام ما اقومش. قلت لنفسي طب اروح فين؟ ما لقيتش غيرك انت يا نازك. انت اللي تستحمليني وانا في الحاله دي. طبعا يا سليم، انا واثقه ان مفيش اي حد في الدنيا يقدر يفهمك غيري، ومتاكده انك هتلف تلف وترسي على بري. انا متاسف اذا كنت صحيتك من النوم. بالعكس يا سليم، ده انا اللي بشكرك انك صحيتني. طب اعمل لها ايه دي؟ نفذ لها طلبها، طلقها. انا فكرت في الحكايه دي فعلا وانا جاي لك في السكه، بس ايه يا سليم؟ ايه اللي ممكن يمنعك؟ مش هقدر يا نازك، انا لسه بحبها. صحيح القط ما يحبش الا خناقه، بعد الظل اللي مورياهولك ولسه بتجري وراها.
فين كرامتك يا باشا؟ اسألي نفسك نفس السؤال ده يا ناظر. أنا كرامتي متصانة 24 قراط. إلا في الحب حبيبتي ومن سخرية القدر نورهان بتعمل معايا نفس اللي أنا بعمله معاكي. أنت بتحلم يا سليم، تتصورش إني لسه بحبك. تنكريها يا ناظر؟ أيوه. طب بصيلي كده، عينك في عيني وقولي. مش عايزة أبصلك ومش عايزة أشوفك خالص، وأرجوك تسيبني لوحدي. أنا متأسف يا ناظر، أنا ما كانش قصدي إن أنا أجرحك، أنا بس حبيبتي ما حبيتش أكذب عليك. عشان سيبني ولا عايزني أسر؟ لا لا خلاص. زهرة أفندم، أنا خلاص قررت أتجوز دكتور مازن. ليه؟ عشان أنت عندي عادل؟ لا عادل ولا أنت ولا أي حد في الدنيا ليه دعوة بقراري ده، وأنا مش باخد رأيك، أنا ببلغك. أوكي، بعد إذنك أنا هاخد هدومي وأسيب الفيلا. ده تهديد ده ولا ايه؟ لا ابدا، بس اعتقد انه مش مناسب اني افضل هنا وفي راجل غريب جاي يشاركك الحياه. على العموم اجراءات الجواز هتاخد وقت. معلش افضل امشي من دلوقتي. انت اتفقتي مع اخوكي ولا ايه؟ عادل مرجعش البيت وانا ما شفتهوش من ساعتها، ولو تكرمتي بيخلي صباح تحطي لي حاجتي في شنطه وانا هبعت ساعي من الجورنال ياخدها. قد كده مش مستحمله تستني؟ لا ابدا، خير البر وعاجله، اتمنى لك جوازه سعيده. ايه في ايه يا مدام زهر؟ مين اللي شال الموضوع بتاعي من عدد النهارده؟ انا. ليه؟ لهجته حاده واسلوبه غير لائق. ده رايك انت، ومش كفايه عشان تتجرأ وتشيل شغلي، ده نوع من القرصنه. ارجوك تحافظي على الفاظك وما تستغليش صبر عليكي. بلاش تقدري ان استاذك اللي علمك ودربك وقدمك للقراء، قدري ان رئيسك ولازم تختاري اسلوب ملائم للتخاطب معايا. الاسلوب الملائم للتخاطب معاك هو عدم التخاطب معاك اصلا. علمناهم الشحاته. بس دي اكيد رايحه لرئيس مجلس الاداره. عارف عملتي طيب انك جيتي، كنت لسه هبعت استدعيكي. يعني حضرتك عندك فكره عن الموضوع يا فندم؟ أنا بتابع بنفسي كل اللي بتكتبيه بعد ما رجعتي من أوروبا، والحقيقة يا زهرة أنا مش مبسوط. ليه يا فندم؟ كنت متصور إن مدة عملك في أوروبا أنضجتك وفهمتك الدنيا أكتر. وده اللي حصل فعلا؟ مش باين. مفيش واحدة عاقلة وعارفة مصلحتها كويس تكتب اللي أنت بتكتبيه ده. أنا بهاجم قرار مش شخص، وبعدين المفروض إن في حرية صحافة وما بقاش فيه الرقيب زي زمان. لكن في مسؤولية. مسؤوليتي أنا كرئيس مجلس إدارة. دي وظيفة إدارية، لكن الصحفي رأيه حر ومحدش يملك السيطرة عليه. بلاش جعجعة فاضية. لو سمحت سيادتك. لو سمحتي أنت قدامك اختيارين، يا إما تكتفي بالعمل الفني كمدير التحرير وما تكتبيش، يا إما تاخدي أجازة ومرتبك هيوصلك كل أول شهر. وأنا برفض الاختيارين. يبقى مفيش قدامي غير إني أطلع القرار. أنا آسفة قوي، مضطرة أرفع الأمر للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين. ارفعي زي ما أنت عايزة، مع السلامة. مش بيتي بس يا عبدولة، المؤسسة كمان محتاجالك. مش هنفتح الموضوع ده تاني يا عم. يعني مفيش فايدة؟ لسه عايش في حلم السينما برضو؟ ده مش مجرد حلم يا علي، ده مستقبل أنا اخترته ومش ممكن هتراجع فيه. المهم أنا مش جاي لك دلوقتي عشان أقول لك إني هقعد معاك في شقتك مؤقتا، بس في موضوع أهم من كده. لحظة. هاي هاي يا منير، انت تخطف رجلك وتنزل على اسكندريه تخلص على الشحن. في المينا يا حبيبي، احنا هنكون فين؟ لا لا لا، انسى انسى عباس، خلاص انا طلعت قرار بفصله من امبارح. انت مالك بتخليك في حالك؟ ايوه عدول، اوعى ايدك،
لازم اخش اقابل علي بيه. بقول لك تعالى هنا. اوعى. ايه 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 الحكايه؟ زعلني وهجم على الباب ودخل يا فندم. اجري وهات له الامن. انا في عرضك علي بيه، ارجوك اسمعني. ما عنديش وقت يا حبيبي، انت سببت في خساره بضاعه ب 20,000 جنيه. غصب عني علي بيه، اخويا خبطته عربيه وخدته وديته المستشفى، معقول هسيبه في ظروف زي دي؟ يا سلامة اخوك. ايه واخباره ايه دلوقتي؟ الحمد لله، قدر ولطف. لا احنا طبعا نصرف لك 500 جنيه عشان علاج اخوك، ده غير المكافاه اللي انت تستحقها. مكافاه ايه يا سعاده البيت؟ مكافاه ايه؟ ارجوك اديني فرصه، ده انا سبت شغلي في الحكومه عشان اشتغل عندكم. يا حبيبي ما فرصتك بايدك، كنت اللي ضيعتها. انا معاه بس من غير شغل. اوعى ايدك، اتكلم علي بيه. استنوا انتوا الاثنين، انتوا تاخدوه على الحسابات عشان ياخد مستحقاته ومحدش يقرب، هو هيروح بهدوء مش كده عباس؟ الامر لله، الامر لله، ربنا موجود، ربنا موجود. ايه الاسود يا علي؟ ده شغل عدول، انا بدير مجموعه من 3 شركات كبيره، واي تهاون او تقصير صغير ممكن يبوظ لنا الشغل. المهم سيبك. ايه بقى انت اتغيرت من نقيض للنقيض. بيت اقوى مش كده؟ اصل الزمن ده عايز الاقوى. المهم خلينا في موضوعنا، ايه اللي انت كنت عايزني فيه؟ قمر يا سيدي مصممه اروح اطلبها من ناجي ابن عمها، وانت عارف انا ما اقدرش اروح له، في حاجات كتير قوي بيني وبينه. فكرت قلت اخدك معايا وانتوا اصحاب. اولا انت قلت لبابا؟ دكتوراه في التنظيم والاداره. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا سليم باشا، اتفضل استريح. شكرا. دكتور حمدي عليه توصيه من فوق سليم باشا. يا سيدي كفايه الكارت اللي بعته معاه ثابت باشا الخرجلي. بنت ثابت باشا تبقى خطيبتي. هايل، انت كده بتناسب بيت من البيوتات العريقه جدا. هو كمان نبغى يا سليم باشا. بسم الله ما شاء الله، الظاهر مدير امن المؤسسه بتاعتي بيعرفك كويس قوي يا دكتور. ثابت باشا قدمني ليه؟ وجدته خبره عظيمه وكفاءه نادره يا سعاده الباشا. ايوه بس انا لغايه دلوقتي مش قادر اعرف ايه اللي ممكن اعمله لك يا دكتور. انت استاذ في الجامعه و... انا مستعد اقدم استقالتي، الدراسه الاكاديميه خلاص ما بقتش تجيب همها، انا عايز استثمر قدراتي في مجال السوق افضل. ايوه بس تخصصك يعني تنظيم واداره. مفهوم التنظيم والاداره الحديث يا باشا هو عصب الاقتصاد واساس اي مشروع ناجح، وانا بقترح منصب مستشار استطيع من خلاله ان اوفر حصانات مهمه جدا لسعادتك. حصانات؟ اسمعوا للاخر يا باشا. هو انا بسمعه يا عبد الفتاح، اتفضل يا دكتور. انا قدرت في الفتره الاخيره احقق مكانه في حزب الاغلبيه، واعتقد ان موقعي ده ممكن يفيدك في حمايه مصالحك وتطوير مشروعاتك، خصوصا اذا انضميت سعادتك للحزب. ايوه بس مين حزب الاغلبيه دلوقتي؟ حزب مصر ولا الحزب الوطني؟ حزب مصر مرحلة وانتهت، الحزب الجديد تجربة رائدة في العمل السياسي، هتدعم الديمقراطية والانفتاح السياسي اللي هو الضمانة الحقيقية للانفتاح والانتعاش الاقتصادي. فهمتني يا باشا؟ أعتقد. بس واحد زيي معزول سياسيا. لا 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 لا، أنا كنت زيك، كنت زيك. دلوقتي في وسائل جديدة ممكن تخليك تتسلق أي أسوار وتتخطاها، الوسائل دي أنا خبير فيها. مدهش. مش قلتلك يا باشا عبقرية. المهم دلوقتي ما نضيعش وقت، في انتخابات قريبة على الأبواب وانت فارس سياسي قديم، والملعب ملعبك. لا مؤاخذة يا بابا. أهلا يا علي، ازيك يا عادل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا أعرفكم بالدكتور حمدي. لا مفيش داعي، احنا نعرف بعض من مده طويله قوي. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا علي بيه، مش قلت لك مسير الحي يتلقى؟ طبعا. في من ايام التنظيم الطليعي وقضيه ماي والسجن. هو ايه الحكايه؟ لا ولا حاجه يا سعاده الباشا، ده انا وعلي بيه كنا زملاء في مرحله من مراحل النضال الوطني. معلش عدول. النضال عطل خطتنا. ابقى قول لي انت لبابا، انا هروح لوحدي. واغلق المحضر في ساعته وتاريخه، وقررنا نحن ناجي طه السماحي وكيل نيابه عبدين بحبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيق
على أن يراعى له التجديد. امضي يا محي. استلم. في عندنا حاجة يا مدحت؟ لا يا جميل. في ايه يا شعلان؟ قول له اتفضل. لكن للضرورة أحكام، كنت عازف في موضوع. أنا مروح دلوقتي، لو حبيت تيجي معايا علشان نتكلم على راحتنا. وسخرية سليم البدري منك هي اللي فوقتك؟ أقسم لك يا نجات إني ما دقت طعم النوم من ساعتها لحد دلوقتي. نزلت أمشي في الشوارع، روحتش البيت، اتسكعت، قعدت على الكورنيش، فضلت أكلم نفسي. هو ده اللي انتهى إليه أمرك يا حضرة المناضل القديم؟ جوز الست صاحبة الكباريه اللي اتعطفت عليك وسلفتك شوية فلوس عشان تعمل بيهم صاحب مصنع، هي دي أحلامك القديمة ومبادئك وماضيك. مش لوحدك يا مصطفى، ناس كتير قوي ما قدروش يحافظوا على رؤوسهم فوق كتافهم. تاخو سرعة الدوران وقعته. يمكن اكون وقعت، لكن عاوز اقف على رجلي تاني. احتاج للي ياخد بايدي. محدش عنده حيل ياخد بايد حد، يا دوب كل واحد بيحاول يوقف نفسه ده اذا قدر. واذا كانت وقعتي قدامك، وإذا كنت أنت الوحيدة اللي تقدر تنقذيني منها، تبقى واه؟ أبداً يا نجات، فعلاً أنت الوحيدة اللي تقدري، لأنك فضلتي واقفة، ما ضعفتيش، ما وقعتيش. ما وقعت إزايك؟ يمكن لأني ما واجهتش اختبار، ما تحطيتش في تجربة. تفضل يا أستاذ عادل، تفضل. طب اتضح حضرتك هنا، معلش اصل اتضح ان عندنا ضيوف، بس احنا ممكن نقعد هنا. طب انا ممكن اسيبك دلوقتي وابقى افوت عليك مره تانية؟ لا لا لا، اصل الضيف ده مش جاي لي انا، احنا ممكن نقعد هنا ونتكلم براحتنا. اتفضل اقعد. تحت امرك. باختصار وبدون مقدمات، انا جاي اطلب منك ايد بنت عمك الانسه قمر. أنا كنت حاسس إنك هتكلمني بخصوص قمر، بس الحقيقة ما كنتش متوقع إنك هتكلمني في الموضوع ده. أصل قمر يعني عندها بيتها وتقدر تروح لها وتتكلم مع أخوها طاهر. هي يعني قمر قالت إنك راجلها الوحيد وإنك أنت الوحيد اللي هتحط إيدك في إيد الإنسان اللي هيتقدم لها. مدام بقى طلبت الأصول والشكليات فأنا لازم أتقمص دوري. يا عادل ابني، أنا مش هلاقي أحسن منك، وأنا موافق من حيث المبدأ، بس واجب عليا برضو أخد رأي البنت. تشرفني يا أستاذ مصطفى. شكر قوي انا جت هانم، وارجو اني ما اكونش ضايقتك. لا هستنى ردك، هتصل بيك بكره ان شاء الله. اهلا يا باشمهندس. اهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. واقف كده ليه؟ ما تتفضل. لا معلش انا مضطر امشي. معقوله؟ دي فرصة نقعد سوا.
معلش يا فندم، يا ريت نخليها فرصة تانية إن شاء الله. عن إذنكم. اتفضل يا باشمهندس. مالك يا ناجي؟ مفيش جديد يا ماما. اللي كان لازم يحصل. أمر؟ أيوة أمر. المفروض أرد عليه بكرة. أقول له إيه؟ إذا كنت أنت موافق، أنا موافق. أنا ماليش سلطة الموافقة أو الرفض في موضوع زي ده يا قمر. صحيح أنا متحمل مسؤوليتك، لكن الرأي رأيك أنتِ. عايزاك أنت اللي تقولها يا ناجي. أنتِ بتصعبي المسألة ليه يا قمر؟ إحنا كلنا عارفين إن أنتوا بتحبوا بعض، حتى السؤال هنا مجرد روتين. وأنا بعد إذنكم هبلغ عادل البدري بكرة إنك موافقة. وهخليه يجي يقعد معاكم. وتتفقوا معاه على التفاصيل بعد إذنكم. بتعيط على إيه دلوقتي يا بنتي؟ مش عارفة يا خالتي، زي ما تكوني تمنيت إن هو يقولي لأ. ما تتجوزوش يا قمر. كلام إيه ده يا حبيبتي؟ كلام الدلع يا خالة صبا. كلام واحدة مش عارفة نفسها، لا عارفه هي عايزه ايه ولا رافضه ايه. كلام ما يتبلعش وما يتضمش. انت بتقول ايه؟ انت ازاي تسمح بلا اسمح بلا قرب بقى؟ انت خليتيها خلي خالص. شايفه يا خالتي؟ شايفه بيعمل ايه؟ طب والله ما انا هتحلفي على ايه يا حبيبتي؟ استهدي بالله وادع ربنا سبحانه وتعالى انه يهدي سرك ويرسيك على بر الامان. انا لو منها لا تجوز ده ولا ده. امال تتجوز مين؟ واحد تاني خالص ما بتحسش ناحيته باي شيء. ازاي تتجوز واحد ما بتحبوش؟ ايوه، المهم انها ما تكرهوش، وبعد الجواز تبقى تحبه على مهلها. منطق غريب. ليه؟ بمنطقك الغريب ده يبقى احنا كمان مش هنتجوز. نتكلم بالعقل ولا تزعل؟ سؤالك ده هو اللي زعل يا فاتن. اسمع يا طاهر، احنا ما قربناش من بعض الا من فتره بسيطه قوي، وزي ما قلت لك لازم ندي لنفسنا فرصه ندرس بعض كويس وبالعقل قبل ما نتورط في مشاعر تاخدنا لبعيد وتتوهنا. كلامك ده معناه انك ما بتحبنيش يا فاتن. حب الاغاني ما بحبش، لكن حب العقل. أرجوك ما تفهميش غلط. افهمني انت صح يا روح ستك. انت ابن عمتي اي نعم، وليها جميل في رقبتي اي نعم، بس انا ما عنديش اغلى من فاتن بنتي. فاهم دي ولا مش فاهمها؟ فاتن دي مش اي حاجة يا اخويا، دي دكتورة يا عينيا، عمرها ما هتتلم على خوجة سنكوح زيك بيرسم عليها عشان يعيش سفلقه على حسابها. فاهم الكلام ده ولا ما انتش فاهمه؟ يا ماما سيبيه وبلاش فضايح في الشارع. فضايح؟ هو لسه شاف مني فضايح؟ انا هوريه فضايح. لو ما ركبتيش عربيتك وروحتي دلوقتي حالا مش هتشوفي وشي تاني ابدا. نهار اسوح، انت بتديني امر يا ست فاتن يا بنت زكريا؟ حاضر، انا همشي يا دكتوره، بس قولي للسنكوح الجو بتاعك يلم روحه احسن وديني. ما هعمل حساب لا القرابه ولا الدم ولا لايتها شيء، وهكون مشرداه. معلش يا طاهر، هي امي كده ومش هقدر اغير. عاجبك اللي بيحصل ده؟ بقى ترضى للدكتوره جوازه مهببه زي دي؟ وطاهر عيبه ايه يا ام الدكتور؟ ده مدرس سنة ومال وهدومه واخلاقه زي الفل. بس يا وليه، بس يا وليه، انت ما تتحشريش. انا وابو بنتي بنتشاور في حالها. وفري روحك يا اخه.
حقك عليا يا اختي، انا جوه يا ابو زينهم. استني يا اصلاح، فاتن تهمك قد ما تهمنا. بقول لك يا حمديه، انا راجع من الشغل تعبان وشارب الهم لك عاني، ومش عايز اتكلم كتير. طاهر انسان كويس، ابن حلال وما تعيبش، واذا كانت فاتن عايزاه انا مش همانع. اخس عليك راجل خسع صحيح. خسر خرس حسك وانقطم وسطك، وانا اللي جاي استنجد بيك، وقلت زكريا راجل دم وحامي مش هيفرط في بنته. انا ما بفرطش، انا بصون. انا صحيح يمكن عناية زغللت شوية زي ما حصل لناس كتير، بس رجعت وافتكرت وعرفت انا مين واصلي ايه، والاصل من الاصول يا بنت الناس، والاصول اللي بجد ما بتحكمش على بني آدم بفقر ولا بحال ولا بمال ولا بمركزه، بتحكم عليه بقلبه وضميره وبس. انت رجعت اتنيلت تاني زي ما كنت ولا بركة؟ بس انا بقى يا حبيبي اللي هتصرف، انا ابوها وامها. سيبيها هي تقول مين ابوها ومين امها. بكرة تشوف يا ذكرورتي وتقول حمدية قالت عن اذنكو. يا اختي روحي كده واعملي لك قفلة. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ولية غلطي مرة وفهمي زي بقية البني أدمين. دي بقولك انت ليك ايه هنا في الحلمية؟ تبكي عليه ولا تبقي عليه؟ حبيته ومش قادرة فارقه. يا سبحان الله، يا صاحبة العصمة، يا ست هانم، بقولك حسكنك في فيلة سراية. اشمعنا المدعوء بيسا والولية الفشلة اللي متجوزة راحوا سجنوا في الباش مهندسين دي ولا ايه اللي بيقولوا عليه؟ احنا بقى اسم الله اللي هنفضل عايشين في حواري الحلميه؟ حواري ده ايه؟ ده سكن البشوات والناس الهاف لايف. يا وليه دي كان زمان ايام مولانا الملك المعظم الملك فاروق، انما دلوقتي خلاص الحلميه بقت سكن الصنايعيه والموظفين وناس كده على قد حالهم. فرادني ومالهم دول احسن ناس واحسن جيري. ايه دي الوليه وصفه بقت اشتراكيه، مع ان احنا دلوقتي في الانفتاح. بقولك ايه يا وليه، قدري انني قلتلي غوري روح البلد عيشي مع اخوكي ولا ابنك. وماله، اهلي وناسي ودمي ولحمي. دمك بارد ولحمك زفر، جاتك البلاوي. وليه انت قدري بذات نفسك اني انت راح البلد وتعالي عيشي معايا في الباشمهندسين. ما تتعبش نفسك يا سليمان، ما هو يا اما انا هقعد هنا في الحلميه يا اما هروح اقعد في البلد، اختار لك بقى خيره من الاثنين. مين زهرة؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني قوي. وحشاني يا حبيبتي. ازيك يا حاج؟ ايه ده؟ ايه الشقة الغريبة اللي انت شقاها علينا دي؟ وامتى؟ دلوقتي في انصاص الليالي؟ يا ترى قطي مستنياني ولا اديتوها لحد تاني؟ ايه قطك دي؟ خش يا بنت، خشي غيري هدومك وتعالي عشان نتعشى سوا. حالا يا حبيبتي.